رغم المواجهات الأمنية اللي حاولت ان هي تبتث من جذور الفترة الماضية، لكن يحتاج لشغل أكبر، يحتاج لمواجهة فكرية جنب المواجهة الأمنية، وده أهم جدا. يحتاج ان احنا نعمل حملات توعية نشترك فيها مع مشيخة الأزهر ومع الإعلام ومع الناس الحريصة على هذا الوطن، في توعية الشباب اللي ممكن يقع في براثن الفكر التكفيري وفكر الإرهاب دون ان يشعر او مدفوعا دفعا من جهات لا تريد الخير لهذا الوطن. انا اتمنى ان يكون ما حدث بالامس ويعني اخر هذه التفجيرات القاسمه والغادره، لكن التمنيات لوحدها مش هتصنع الفارق. محتاجين شغل اكبر من كده زي ما ذكرت لحضرتك، اما على الصعيد الامني او على الصعيد المواجهه الفكريه. وربنا سبحانه وتعالى يعين القائمين على الامن في هذا البلد، ان هو يعني الاستقرار ياتي رويدا رويدا. هل هناك تقسيم للداخليه؟ من المستفيد من هذه الاعمال الارهابيه والتفجيرات التي تحدث؟ المستفيد هو اللي عايز يوصلنا لحاله اشقائنا في سوريا، او حاله اخواننا في ليبيا، او حاله اخواننا في العراق الان. المستفيد هو اللي عايز البلد ما تخرجش من دوامه الفوضى. المستفيد هو اللي عايز نحن نظل اسرى لتفجيرات ولارهاب اسود ولدم دوامات من الدم والمزق لا اخر لها، لكن ان شاء الله سعيهم في وجهه نظر تكمين وراء هذه التفجيرات. صعب ان انا اقول مين تحديدا، لكن بالتاكيد اللي اعلنوا عن ذلك من التنظيمات الارهابيه والتكفيريه اللي اصدروا بياناتها، مش عايز اهول من شانهم، لكن معروفين. غير ذلك المفروض يبقى في سرعه اكبر في التعاقب. السؤال، هل هناك تفسير امني او هناك في ان الداخليه مخترقه بالفعل؟ ما اقدرش اقول كده لان انا مش محقق ودي مش وظيفتي، انا رجل سياسي ليا المعطيات الموجوده على الارض. ممكن اقول ان الامر محتاج تدقيق اكبر من كده، لكن في النهايه ما فيش بلد بتعرف تواجه الارهاب مواجهه كامله وشامله وتقدر ان هي تقول ان هي قضت عليه تماما، حتى اقوى الدول. يعني اتمنى ان هو ان يبقى فيه اصغاء اكثر لصوت الاحزاب السياسيه، علشان الحياه السياسيه في مصر تستقر محتاجين يبقى فيه تواجد قوي للاحزاب السياسيه، وده عمره ما هيبقى موجود الا لما يترك لها المجال، والا لما يفتح لها الباب.